استعراض التسهيل والتيسيرات التي اختص الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم وذلك في الآية المائة واثنتين وتسعين والآية مائتين واثنى عشر ثالثا استعراض المهام والتكاليف التي أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك في الآية المائتين وثلاثة عشر والآية المائتين وعشرين فوائد ولطائف حول السورة المباركة: أولاً: تكررت كلمة مبين ثلاث مرات عند قوله تعالى: تلك آيات الكتاب المبين، أولو جئتك بشيء مبين بلسان عربي مبين، وذلك لتوضيح أن القرآن الكريم أوضح وأجلى وأظهر البينات والآيات، وأنه الحجة الدامغة البالغة، ثانياً: تكررت كلمة لسان كثيرا في هذه السورة عند قوله تعالى: ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، وقوله: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقوله: بلسان عربي مبين، وذلك لتوضيح أهمية وخطورة الكلمة، ومدى تأثيرها في النفوس. ثالثا: معرفة فضل وقوة الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وذلك عند مقارنه حال السحره قبل الايمان وبعده قبل الايمان كان يشغلهم الاجر الدنيوي والقرب من السلطان وذلك موجود في الايه الحاديه والاربعين بعد الايمان ومع التهديد بالقتل والتعذيب ثبتوا ولم يخافوا رجاء ثواب الاخره والقرب من الرحمن وذلك موجود في الايه الخمسين سوره النمل السورة مكية عدد آياتها ثلاثة وتسعون آية أسماء السورة المباركة النمل سورة سليمان عليه السلام مناسبة التسمية سميت هذه السورة بسورة النمل لذكر هذا المخلوق ألا وهو النمل وأنه منظم في حياته وعنده تفوق فكيف بالإنسان وقد أعطي العقل والفهم سميت كذلك بسورة سليمان لأن السورة الكريمة خصّت ذكر نبي الله سليمان عليه السلام ما لم تخصه غيرها من السور. موافقة أول السورة لآخرها. بدأت السورة بذكر القرآن الكريم: "طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين، وأنه سبيل الهداية والفلاح". وختمت السورة بالقرآن الكريم وأنه سبيل الهداية والفلاح، وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، وذلك لتوضيح أن القرآن الكريم سبب الخير في الدنيا وفي الآخرة، المحور الرئيسي للسورة الغاية من التفوق الحضاري، مواضيع السورة المباركة بيان عناصر التفوق الحضاري على النحو التالي: أولًا: الهدف الأسمى، وهو شكر النعمة باستخدامها في رضا الرحمن، وذلك موجود في الآية التاسعة عشر. ثانيًا: العلم، وهو موجود في الآية الستة عشر. ثالثًا: التفوق العلمي، وهو في الآية الرابعة والأربعين. رابعًا: القوة العسكرية. وهي موجوده في الايه السابعه والثلاثين خامسا ايمان كل فرد من الامه بالغايه والهدف مثال ذلك الهدهد وذلك موجود في الايه الثانيه والعشرين الى الايه السادسه والعشرين سادسا بيان قدره الله في الكون وذلك موجود في الايه التاسعه والخمسين الى الايه الرابعه والستين فوائد ولطائف حول السوره المباركه اولا انتقلت الايات المباركه بعد بيان عناصر التفوق الحضاري الى بيان قدره الله في الكون وذلك للتذكير بان الله تعالى هو الذي سبب الاسباب لهذا التفوق فلا ننشغل بالاسباب عنه سبحانه ثانيا تكررت اله مع الله لكي لا يجعل العباد لله شركاء في هذا التفوق، فهو منه وحده سبحانه وبإرادته فقط. ثالثاً: من الواجبات الشرعية على من ولاه الله ولاية ما أن يتفقدها ويرعاها ولا يغفل عنها، وهو موجود في الآية العشرين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رابعاً: من علم أن الدنيا فانية والآخرة باقية لم يفرح إلا بنعمة الدين ولا يلتفت إلى نعمة الدنيا، وذلك موجود في الآية السادسة والثلاثين. خامسا: ينبغي للعبد أن يقبل الحق من أي أحد ولو كان مخالفا له في الدين، فإن الله تعالى صدق على قول بلقيس حين كانت كافرة لما قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، فقال سبحانه: وكذلك يفعلون. سادسا: إذا من الله عليك بنعمة من نعم الدنيا أو الآخرة، فادع الله بهذا الدعاء المبارك، فيكفيك أن الله ذكره في القرآن مرتين تنويها بفضله. رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وقال تعالى رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين سوره القصص السوره مكيه عدد اياتها ثمانيه وثمانون ايه اسم السوره المباركه القصص مناسبه التسميه لانها بنيت على محورين استوعب السوره كامله قصه فرعون وقصه هارون موافقه اول السوره لاخرها بدات بذكر وعد الله لام موسى عليه السلام برجوعه رسولا منصورا واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين وختمت بذكر وعد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم برجوعه منتصرا ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وذلك ليعلم العباد ان وعد الله حق وانه ناصر اولياءه وذلك ليملا العبد قلبه يقينا وثقه بربه وفيما قضاه له من خير او شر المحور الرئيسي للسوره الثقه بوعد الله تعالى مواضيع السورة المباركة: أولًا قصة فرعون الحاكم الظالم الذي آتاه الله السلطة والحكم ولكنه تكبر على أمر الله تعالى ودعوته، بل وصد عنها وحارب أهلها حتى آخر عمره فأهلكه الله، وذلك في الآية العشرين إلى الآية الثالثة والأربعين، ثانيًا قصة قارون صاحب المال والنفوذ الذي اتاه الله مالا وفيرا حتى نسي المنعم سبحانه فلما جاءته البينات والحق من الله لم يقبله وعاداه وانكر فضله سبحانه فاخذه الله فاهلكه وذلك موجود في الايه السادسه والسبعين والايه الرابعه والثمانين ثالثا وعد الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرجوع لبلده مؤيدا مظفرا منتصرا وذلك موجود في الايه الخامسه والثمانين رابعا توحيد الله سبحانه والتعلق به وحده لانه سبحانه الباقي وما دونه هالك فان وذلك موجود في الايه الثامنه والثمانين فوائد ولطائف حول السوره المباركه اولا من الموافقات العجيبه في السوره المباركه تشابه قصه موسى عليه السلام وقصه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الى حد كبير حيث خرج موسى عليه السلام من مصر الى مدين ثم رجع الى مصر بعد ثمان سنوات وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم رجع الى مكه فاتحا بعد خروجه منها بثمان سنوات ثانيا الكريم يعطي دائما حتى في وقت شدته ومحنته وحاجته. كموسى عليه السلام وخدمته للمرأتين. وهذا موجود في الآية الرابعة والعشرين. ثالثا: الحياء من أعظم ما توصف به المرأة. ومن أعظم فضائل النساء الحياء في كل شيء. في اللباس، في الكلام، في المشي. وذلك موجود في الآية الخامسة والعشرين والآية السادسة والعشرين. رابعا لا حرج على الرجل أن يخطب لابنته طالما وجد لها كفءا صالحا بل لا ينبغي أن يفوت على ابنته هذه الفرصة وذلك موجود في الآية السابعة والعشرين سورة العنكبوت السورة مكية آياتها تسعة وستون آية اسم السورة المباركة العنكبوت مناسبة التسمية سميت هذه السورة بسورة العنكبوت لأنه المثال الوحيد الذي ذكره الله عز وجل في السورة للتنبيه على معناه ومضمونه. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. موافقة أول السورة لآخرها بدأت الصورة بذكر اختبار وابتلاء العبد في قوله تعالى: "أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين"، وختمت بذكر مثالين من الاختبارات والابتلاءات في قوله تعالى: "فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين" فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون" وبدأت السوره بجهاد النفس لله ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين وختمت الصورة بجهاد النفس لله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وذلك لبيان أن من جاهد نفسه مخلصا لله تعالى لن تضره الإبتلاءات وسيأخذ الله بيده وينجو من الفتن وينجح في الاختبارات الإلهية المحور الرئيسي للسورة الفتن والابتلاء سنه ماضيه مواضيع السوره المباركه اولا عدد الله تعالى في هذه السوره انواعا كثيره من الفتن والابتلاءات التي هي اختبارات من الله لعباده ليرى ثباتهم على الدين ومنها فتنه الوالدين موجود ذلك في الايه الثامنه فتنه الناس التهديد والتعذيب والاذى موجود في الآية العاشرة فتنة الشهوة الآية الثامنة والعشرون والآية التاسعة والعشرون فتنة العلم الآية السابعة والأربعون والآية الحادية والخمسون فتنة القوة الآية الثامنة والثلاثون والتاسعة والثلاثون فتنة الحياة الدنيا الآية الرابعة والستون فتنة الأمن والأمان الآية الخامسة والستون والسادسة والستون والسابعة والستون فوائد ولطائف حول السورة المباركة أولا ضرب الله تعالى مثل العنكبوت في هذه السورة المباركة ليوضح لنا أن مثل ما تشابك وتعدد خيوط العنكبوت التي ينسجها كذلك هي الفتن في هذه الحياة متعددة ومتشابكة فإذا استعان العبد بالله تعالى أصبحت كل هذه الفتن واهية كبيت العنكبوت تماما موجود ذلك في الآية الحادية والأربعين. ثانيا إن الله تعالى لا يعجل لعجلة أحد في الخير أو في الشر. موجود ذلك في الآية الثالثة والخمسين. ثالثا قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قال ابن القيم لما علم الله سبحانه ان قلوب المشتاقين اليه لا تهدا الا بلقائه ضرب لهم اجلا للقاء تسكينا لقلوبهم رابعا يكفي المسلم شرفا وعزه ان الله تعالى اختصه من دون الناس ليكون من امه حبيبه محمد افضل الرسل وانزل عليه افضل الكتب وهو القران الكريم موجود ذلك في الآية الحادية والخمسين سورة الروم، السورة مكية آياتها ستون آية، اسم السورة المباركة الروم، مناسبة التسمية، لأن الله عز وجل افتتحها بخبر غيبي عن الروم والفرس، ولما كانت الروم النصارى أقرب للمسلمين لأنهم أهل كتاب فذكرهم الله ولم يذكر الفرس عباد النار. موافقه اول السوره لاخرها بدات السوره المباركه بخبر من الوحي غيبي مستقبلي يقيني لانه من الله تعالى غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وختمت السوره باليقين في وعد الله ووحيه فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون وذلك ليملا العبد قلبه يقينا فيما جاءه من الوحي سواء كان خبرا او امرا او وعدا المحور الرئيسي للسوره هو اليقين في الوحي مواضيع السوره المباركه اولا بيان فتنه عظيمه من اعظم فتن هذا الزمان خاصه وهي الاغترار بما عليه الروم من تقدم في علوم الدنيا واتقانهم لها مع عجز المسلمين عنها، مما جعل ضعاف العقول من المسلمين يظنون ان الروم بهذا التقدم على الحق، وغيرهم في تخلف فهو على الباطل، وبيان ان هذا جهل فاحش وغلط قادح، فسبحان من انزل هذه الايه قبل وقوع احداثها بازمان كثيره. ثانيا: حشدت السوره المباركه بآيات واضحه على مختلف المستويات. تاريخيا حرب بين الروم والفرس وذلك في الايه الثانيه الى الايه الرابعه اقتصاديا بيان فضل الزكاه وتحريم الربا وانه لا فائده فيه بل خساره وشقاء وذلك في الايه التاسعه والثلاثين اجتماعيا اسرار الزواج وذلك في الايه الحاديه والعشرين اصل الانسان وذلك في الايه العشرين والايه الرابعه والخمسين خلق السماوات والارض وذلك في الايه الثانيه والعشرين الليل والنهار وذلك في الايه الثالثه والعشرين البرق والمطر وذلك في الايه الرابعه والعشرين فمن تامل فيها ملا الله قلبه يقينا في انه الخالق الواحد سبحانه وملا الله قلبه يقينا في كل ما جاء به الوحي فوائد ولطائف حول السورة المباركة: أولًا، خص الله ذكر الروم في هذه السورة أيضًا بسبب أنهم سبب فتنة للمسلمين على مر العصور، حتى أنهم سيكونون أكثر الناس إلى قيام الساعة، قال صلى الله عليه وسلم: تقوم القيامة والروم أكثر الناس، رواه مسلم، مما قد يسبب شكًا في قلوب بعض المسلمين. فجاءت هذه الصورة المباركة لتملأ قلوب المسلمين يقينا بربهم وبوعده أن هذه الأمة منصورة. ثانيا: أعظم وأجل العبادات وأخفها على اللسان وأثقلها في الميزان ذكر الله، وليس له وقت محدد بل طوال اليوم، وذلك في الآية السابعة عشرة والثامنة عشرة. ثالثا: الذنوب سبب المصائب والحوادث والكوارث في الدنيا الآية الحادية والأربعون رابعا طوبى لمن حفظ عمره فلم يصرفه إلا في طاعة ربه والمسارعة في رضوانه ويا خيبة من ضيع عمره في اللهو وإشباع الشهوات والركض خلف الدنيا الآية الرابعة والخمسون سورة لقمان السورة مكية إلا الآيتان السابعة والعشرون والثامنة والعشرون، آياتها أربعة وثلاثون آية، اسم السورة المباركة لقمان، مناسبة التسمية، لأن فيها ذكر لقمان وحكمته، وذكر بعضا من حكمه التي أدب بها ابنه، موافقة أول السورة لآخرها، بدأت السورة بذكر أوصاف المفلحين في اليوم الآخر، هدى ورحمه للمحسنين الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون وختمت بالامر بالتقوى والخوف من اليوم الاخر يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وذلك لان راس الحكمه هي مخافه الله والعمل لليوم الاخر المحور الرئيسي للسوره اهميه التربيه الربانيه مواضيع السوره المباركه اولا اثبات الحكمه للكتاب وبالتالي حكمه من انزله سبحانه ثانياً: وصايا لقمان لابنه. ثالثاً: دلائل وحدانية الله تعالى. رابعاً: الاستعداد لليوم الآخر. فوائد ولطائف حول السورة المباركة. أولاً: سرد وصايا لقمان لابنه. وهي عدم الإشراك بالله وبر الوالدين، عدم طاعتهم في معصية الله مع الحفاظ على التأدب معهما. مراقبه الله في جميع الامور كذلك العباده والدعوه الى الله والصبر على المكاره كذلك التواضع وحسن الخلق مع الناس ثانيا الغناء المصحوب بالموسيقى حرام شرعا وقد سماه الله في هذه الايه بلهو الحديث وذلك في الايه السادسه وهذا باتفاق المذاهب الاربعه ثالثا ينبغي للعبد ان يحذر من ذنوب الخلوات فإن الله لا يخفى عليه شيء، وقد تكون سببا في انتكاسه أو هلاكه يوم القيامة، وذلك في الآية السادسة عشرة. رابعا: ينبغي للعبد إذا طاوعته نفسه لطاعة ما أن يسارع ولا يؤجل، فإنه لا يعلم ما يعرض له بعد ذلك، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. خامسا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديكه فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطانا، رواه مسلم، وصدق الله تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. سادسا، قال تعالى: ولا يغرنكم بالله الغرور، قال ابن عباس الغرور هو الشيطان سابعا كان لقمان وليا صالحا من عباد الله ولم يكن نبيا وعلى هذا القول جماهير المفسرين ثامنا مما جاء في الاثر من اخبار لقمان الحكيم انه سئل كيف بلغ هذا القدر من الحكمه فقال قدر الله وادائي الامانه وصدق الحديث وترك ما لا يعنيني سوره السجده السورة مكية آياتها ثلاثون آية، أسماء السورة المباركة: السجدة وألف لام ميم تنزيل السجدة. مناسبة التسمية: سميت هذه السورة بسورة السجدة، لأنها السورة الوحيدة من بين ذوات ألف لام ميم بها سجدة تلاوة. سميت كذلك بألف لام ميم تنزيل السجدة، لأن الله تعالى افتتح السورة الكريمة بها. وذكر السجدة هنا للتمييز عن باقي السور التي تبدأ بألف لام ميم موافقة أول السورة لآخرها بدأت السورة الله الذي خلق السماوات والأرض وختمت أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أَوَلَمْ يَرَوْا أَن نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَأَمَّلَ قُدْرَةَ اللَّهِ فِي كَوْنِهِ وَفَضْلِهِ عَلَيْهِ وَكَيْفَ أَخَذَ مَنْ عَصَاهُ خَضَعَ لِمَوْلَاهُ وَلَمْ يَتَكَبَّر الْمِحْوَرُ الرَّئِيسِيُّ لِلسُّورَةِ الْخُضُوعُ لِلَّهِ مَوَاضِيعُ السُّورَةِ الْمُبَارَكَةِ أَوَّلًا بيان ان مشرك العرب لم ياتهم رسول قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا اثبات وحدانيه الله تعالى وانه المتصرف في الكون المدبر له على احكم وجه ثالثا تفصيل خلق الانسان وبيان الاطوار التي مر بها حتى اصبح سويا رابعا وصف الذله التي يكون عليها المجرمون وبيان حالهم يوم القيامه خامسا بيان أحوال المؤمنين في الدنيا وما أعده الله لهم من النعيم يوم القيامة. سادساً استعجال الكفار ليوم القيامة استبعادًا منهم لوقوعه. فوائد ولطائف حول السورة المباركة. أولًا قال الشافعي رحمه الله: "لا يمكن العبد حتى يبتلى، ولا يصير إمامًا إلا بالصبر واليقين". وقرأ قوله تعالى: وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون ثانيا من رحمه الله تعالى بالعبد ان يذيقه شيئا من البلاء في الدنيا ليتوب ويرجع اليه قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون ثالثا قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر" رواه أحمد وصححه الألباني. مصداق ذلك في كتاب الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. رابعاً: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان يوم الجمعة في صلاة الفجر؟ رواه البخاري ومسلم. خامساً: وكان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ السجدة والملك. رواه أحمد والنسائي والترمذي وهو في السلسلة الصحيحة. سادساً: الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام من يوم الأحد إلى آخر يوم الجمعة، واليوم الواحد من هذه الأيام الستة مقداره ألف سنة من سنين الدنيا. سابعاً: ينبغي على المخلوق تنزيه الخالق عما لا يليق به سبحانه كقول بعضهم في دعائه: يا منتقم والصحيح ان يقول: يا ذا الانتقام لأنه سبحانه لا ينتقم إلا من المجرمين ورحمته سبقت غضبه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. سورة الأحزاب السورة مدنية آياتها ثلاثة وسبعون آية اسم السورة المباركة سورة الأحزاب مناسبة التسمية لأن الله ذكر فيها أحزاب المشركين ومن شاركهم عندما أرادوا غزو المدينة فردهم الله خائبين موافقة أول السورة لآخرها بدأت يا أيها النبي اتق الله أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله ختمت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أمر للمؤمنين بتقوى الله وذلك لأن التقوى هي الغاية المنشودة وبها يسعد العبد وتنتظم حياته. المحور الرئيسي للسورة الاستسلام لأمر الله وشرعه. مواضيع السورة المباركة: أولاً تعظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله وعلو منزلته وذلك بألا يذكر اسمه عند النداء. وذلك في الايه الاولى والايه الثامنه والعشرين والخامسه والاربعين والايه الخمسين كذلك صلاه الله وملائكته عليه الايه السادسه والخمسون جعله القدوه الحسنه للمؤمنين الايه الحاديه والعشرون الامر بعدم ايذائه الايه الثالثه والخمسون والتاسعه والستون توعد من اذاه بالعذاب المهين الايه السابعه والخمسون ثانياً: الأمر الإلهي بالتقوى، وذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في الآية الأولى: ولامهات المؤمنين أجمعين، وذلك في الآية السبعين. ثالثاً: الاستسلام التام لأوامر الله تعالى، وذلك عندما رأى المؤمنون الأحزاب. الآية الثانية والعشرون: كذلك عند تخيير أمهات المؤمنين بين ما عند الله ورسوله، وبين زينة الحياة الدنيا. الايه الثامنه والعشرون والايه التاسعه والعشرون كذلك نفي التخيير عند الامر الايه السادسه والثلاثون كذلك فيما فرض الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الايه الثامنه والثلاثون كذلك عند نزول الامر بالحجاب الايه التاسعه والخمسون وغير هذا كثير رابعا إبطال العادات القديمة والالتزام بمنهج الله سبحانه، وذلك كإبطال التبني، الآية الرابعة والآية الخامسة. كذلك النهي عن تبرج الجاهلية، الآية الثالثة والثلاثون. كذلك عدم دخول البيوت إلا بإذن، وعدم الانتظار للحديث بعد الطعام، الآية الثالثة والخمسون. خامساً: المساواة بين الرجل والمرأة في التكاليف الشرعية. الآية الخامسة والثلاثون سادسا شهادة الله تعالى للمؤمنين الآية الثالثة والعشرون سابعا وعيد الكافرين بالعذاب الشديد الآية الرابعة والستون والثامنة والستون ثامنا بيان ثقل المسؤولية الشرعية ورفض السماوات والأرض والجبال حملها وإقدام الإنسان على حملها الآية الثانية والسبعون تاسعاً بيان حكمة الله سبحانه من الرسالة الآية الثالثة والسبعون فوائد ولطائف حول السورة المباركة أولاً: الذنب الوحيد الذي ذكره الله في القرآن ولم يقترفه أحد قط هو نكاح أمهات المؤمنين، وذلك لأنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فحرم الله تعالى نكاحهن بعده صوناً لمقامه. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه، الآيات. ثانياً: من أهم عوامل تثبيت القلب عند الشدائد حسن الظن بالله تعالى، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً. ثالثاً: قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إذا كان الأنبياء عليهم السلام سيسألون عن صدقهم يوم القيامة فكيف بنا اللهم استرنا ولا تفضحنا رابعا قال الله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا قال القرطبي رحمه الله في الايه دليل على جواز ترك انفاذ الوعيد والدليل هو بقاء المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات والمعروف من اهل الفضل اتمام وعدهم وتاخير وعيدهم خامسا قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا كان يقال زيد بن محمد فلما حرم الله التبني قالوا زيد بن حارثه فلما علم الله وحشته بنزعه هذا الشرف منه عوضه وشرفه بخصيصة لم يخص بها أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهي أنه سماه باسمه في القرآن سورة سبأ السورة مكية آياتها أربعة وخمسون آية اسم السورة المباركة سورة سبأ مناسبة التسمية لأن الله تعالى ذكر فيها قصة مملكة سبأ، ولم تذكر في غيرها من السور بهذا التفصيل، موافقة أول السورة لآخرها. بدأت بتكذيب الكافرين بالساعة، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، إلا في كتاب مبين. وختمت بمحاولتهم الايمان بالساعه وقالوا امنا به وانى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وبدات ببيان جزاء المؤمنين ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفره ورزق كريم وختمت ببيان جزاء الكافرين وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب، وذلك لبيان أن من وضع الساعة نصب عينيه لم يزغ عن أمر الله وإن أغرقه بالنعم. المحور الرئيسي للسورة فضل الله بين الإعراض والقبول. مواضيع السورة المباركة: أولًا مقابلة نعم الله تعالى بالحفظ والشكر يوجب بقاءها. وذلك من الآية العاشرة إلى الآية الخامسة عشر ثانيا مقابلة نعم الله تعالى بالإعراض والفخر يوجب زوالها أو خسران أصحابها في الدنيا والآخرة الآيات السابعة عشرة والثامنة عشرة والرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون ثالثا شكوك الكافرين حول الساعة الآيات الثالثة والسابعة والتاسعة والعشرون والثالثة والخمسون والرابعة والخمسون رابعا بيان وتوضيح أن الغيب لا يعلمه إلا الله وذلك في الآية الثالثة والرابعة عشر والثامنة والأربعين خامسا تخاصم المستكبرين والمستضعفين من أهل النار وذلك في الآيات الواحدة والثلاثين إلى الثالثة والثلاثين فوائد ولطائف حول السورة المباركة أولا فتنه الدنيا المال الحضاره الاولاد من اخطر الفتن على الانسان لانها تطغيه وتجعله يسيء الظن بالله وبوحيه سبحانه وذلك في الايات السابعه عشره والرابعه والثلاثين والخامسه والثلاثين ثانيا لما نزل امر الله تعالى لال داود بالشكر لم يمر وقت على بيوتهم الا وفيهم قائم يصلي لله الايه الثالثه عشره ثالثا قال ابو حازم رحمه الله عجبت لمن يدخر مالا بعد سماعه هذه الايه وهي الايه التاسعه والثلاثون رابعا قال الله في جزاء المؤمنين وفيها ما تشتهيه الانفس الزخرف الايه الواحده والسبعون وقال تعالى في جزاء الكافرين وحيل بينهم وبين ما يشتهون الآية الرابعة والخمسون فانظر كيف كان الإيمان سببا في حصول أهله على ما يشتهون في الآخرة وكيف كان الكفر سببا لحرمان أهله مما يشتهون في الآخرة سورة فاطر السورة مكية آياتها خمسة وأربعون آية أسماء السورة المباركة فاطر والملائكة مناسبة التسمية سميت هذه السوره الكريمه بسوره فاطر لان السوره تدور حول نعم الله ورحمته بخلقه ومنها بديع صنعه وجمال خلقه فبدا السوره بهذا الاسم والنعت الجميل فاطر وجعله اسمها وذلك لان فاطر تعني الخالق المبتدئ على غير مثال سميت كذلك بسوره الملائكه لان الله ذكر خلق الملائكه ووظيفتها في مطلع السوره موافقه اول الصوره لاخرها بدات بذكر رحمه الله بعباده ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم كذلك ختمت بذكر رحمه الله بعباده ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا، وذلك لبيان ان الله تعالى ارحم بالعباد من كل احد ومن اي احد، وهذا واضح لمن تامل السوره المباركه. المحور الرئيسي للسوره رحمه الله بالعباد. مواضيع السوره المباركه: اولا تعداد نعم الله عز وجل على خلقه في الدنيا، وذلك في الايه الثالثه والايه التاسعه. والايه الحاديه عشره والثانيه عشره والايه الثالثه عشره والايه السابعه والعشرين والثامنه والعشرين والايه الحاديه والاربعين والخامسه والاربعين ثانيا بيان ان ارسال الرسل اعظم نعمه واعظم رحمه بالعباد وذلك في الايه الرابعه والعشرين ثالثا بيان ان العزه انما تكون في طاعه الله تعالى وذلك في الايه العاشره رابعا استعراض الدلائل الكونيه لاستحقاق الوحدانيه لله سبحانه وذلك في الايه التاسعه والايه الثانيه عشره والثالثه عشره والايه السابعه والعشرين والايه الثامنه والعشرين خامسا اقسام الناس في تلقي القران الكريم والعمل به وذلك في الايه الثانيه والثلاثين سادسا جزاء الكافرين وجزاء المتقين وذلك في الايه الثالثه والثلاثين والسابعه والثلاثين فوائد ولطائف حول السوره المباركه اولا اهل الخشيه من الله حقا هم العلماء قال الله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور اي الذي يخشى الله من عباده حق الخشيه هم العلماء. ثانيا: كل التجارات في الدنيا قد تربح وقد تخسر، الا التجاره مع الله فهي رابحه دوما ولا تخسر قط، وذلك في الايه التاسعه والعشرين. ثالثا: قال بعض اهل العلم في قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. بعدما ذكر اصناف الامه الثلاثه وهم الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات هذه الواو في كلمه يدخلونها تكتب بماء العين لانها ادخلت اصناف الامه الثلاثه في الجنه فاللهم لا تحرمنا فضلك. رابعا ما من امه من الامم عبر التاريخ من لدن ادم عليه السلام الى امتنا على نبيها الصلاه والسلام الا وارسل الله تعالى فيهم رسلا وانبياء كما قال سبحانه وان من امه الا خلا فيها نذير لكن الله تعالى قص علينا منهم ما يشاء ولم يقصص علينا البعض الاخر كما قال في كتابه الكريم ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله فاذا جاء امر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون سوره ياسين السوره مكيه اياتها ثلاثه وثمانون ايه اسم السوره المباركه ياسين مناسبه التسميه لان الله تعالى افتتح السوره بها موافقه اول السوره لاخرها بدات بذكر احياء الله للموتى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وختمت بذكر إحياء الله للموتى، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وذلك لإثبات البعث والنشور يوم القيامة. المحور الرئيسي للسورة تقرير عقيدة البعث والنشور، مواضيع السورة المباركة أولًا. احصاء الله تعالى لاعمال العباد ومجازاتهم بها وذلك في الايه الثانيه عشره ثانيا عرض نموذج من الفريقين المؤمن والمكذب وبيان جزائهم وذلك في الايه الثالثه عشره الى الايه التاسعه والعشرين ثالثا اثبات البعث بالادله العقليه وذلك في الايه الثالثه والثلاثين والثامنه والسبعين والتاسعه والسبعين والحاديه والثمانين رابعا بيان جزاء المؤمنين وذلك في الايه الخامسه والخمسين الى الايه الثامنه والخمسين خامسا بيان جزاء الكافرين وذلك في الايه الثالثه والستين الى الايه الخامسه والستين سادسا إثبات وحدانية الله تعالى عن طريق التأمل في الآيات الكونية وذلك في الآية الثالثة والثلاثين إلى الآية الثانية والأربعين وفي الآية الحادية والسبعين إلى الآية الثالثة والسبعين والآية الثمانين فوائد ولطائف حول السورة المباركة أولاً: الرجل الذي آمن بالرسل وصدقهم عاش داعيا إلى الله ناصحا لقومه ومات ناصحا لقومه وذلك في الآية العشرين والآية السادسة والعشرين والآية السابعة والعشرين ثانيا ليس أحد أحب إليه العذر من الله ولذلك أرسل الرسل الآية السادسة ثالثا المؤمن قوي بإخوانه يشد من أزره ويساندوه وذلك في الايه الرابعه عشره رابعا دقه نظام الكون وكمال ترتيبه وذلك في الايه الثامنه والثلاثين الى الايه الاربعين والامثله كثيره خامسا تقوم الساعه على الناس وهم يتبايعون في الاسواق وذلك كما في الايه التاسعه والاربعين والايه الخمسين سادسا لا ينتفع بالقران الا الاحياء وذلك في الايه السبعين سابعا هناك نفختان ذكرهما الله في كتابه الاولى نفخه الفزع وتسمى ايضا نفخه الصعق كما جاءت في سوره النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين وسوره الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. الثانية نفخة البعث كما جاءت في سورة ياسين فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث إلى ربهم ينسلون. ثامنا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. سورة الصافات السورة مكية آياتها 182 آية اسم السورة المباركة الصافات مناسبة التسمية لأن الله تعالى بدأ القسم بها في مطلعها والصافات جند الله من الملائكة موافقة أول السورة لآخرها بدأت بالقسم بأولياء الله من الملائكة والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا وختمت باعتزاز اولياء الله بطاعته وولايته. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وذلك لبيان منزله اولياء الله سبحانه، وانه ناصرهم ومؤيدهم على عدوهم. المحور الرئيسي للسوره هو عزه اولياء الله وذل وصغار اعداء الله. مواضيع السوره المباركه اولا: مكانة أولياء الله سبحانه وأنه أقسم بهم. ثانياً: أسباب هلكة الكافرين وذلك في الآية الثانية عشرة إلى الآية السابعة عشرة، والآية الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين، والآية التاسعة والستين والآية السبعين، وأسباب هلكة الكافرين هي: السخرية بآيات الله، الإعراض عن النصيحة، ادعاء الأباطيل على الرسالة، وإنكار البعث والتكبر ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون وأنه شاعر والتقليد الأعمى لأسلافهم ثالثا عرض نماذج لنصرة الله لأوليائه من الأنبياء وأتباعهم وذلك في الآية الخامسة والسبعين إلى الآية المائة وثمانية وأربعين رابعا سفاهة وقلة عقل المشركين وذلك في الايه المائه والحاديه والخمسين والمائه وثلاثه وخمسين والمائه وثمانيه وخمسين خامسا بيان ما اعده الله تعالى للكافرين وذلك في الايه الثانيه والستين الى الايه الثامنه والستين سادسا وعد الله الازلي لاوليائه المؤمنين بالنصر والغلبه وذلك في الآية المائة وواحد وسبعين إلى الآية المائة واثنتين وثمانين فوائد ولطائف حول السورة المباركة أولا قد تأتي أو بمعنى بل في اللغة وذلك كما قال الله تعالى وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ولما كان يستحيل على الله الشك في العدد لزم تأويلها إلى بل وهذا معروف عند أهل اللغة وأيضا كما في الحديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل رواه البخاري أو هنا بمعنى بل لأن ذلك أدعى لعدم التعلق بالدنيا ثانيا تكرر وصف المحسنين والمخلصين والمؤمنين في السورة كثيرا وصفوا بالمخلصين كما في الآية الأربعين والرابعة والسبعين والمئة وثمانية وعشرين والمئة والستين والمئة وتسعة وستين وصفوا بالمحسنين كما في الآية الثمانين والآية المائة وخمسة والآية المائة وعشرة والآية المائة وواحد وعشرين والآية المائة وواحد وثلاثين وصفوا بالمؤمنين كما في الآية الحادية والثمانين والمائة وإحدى عشر والمائة واثنتين وعشرين والمائة واثنتين وثلاثين وذلك ليحث المؤمنين على الاتصاف بهذه الصفات لينالوا ولاية الله ومعيته وتأييده ونصره سبحانه ثالثا رؤيا الأنبياء وحي إما خبر وإما أمر وذلك في الآية المئة واثنين رابعا ليس عمل تلقى به الله يوم القيامة أفضل من سلامة القلب وقد أثنى الله على نبيه إبراهيم عليه السلام الآية الرابعة والثمانون وقال سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم خامسا قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل رواه الترمذي وقد ابتلى الله عبده إبراهيم عليه السلام بذبح ولده بعد بلوغه وشدة حاجته له وذلك ليرى أي الحبين أعظم في قلبه حب الله أم حب ولده سورة صاد السورة مكية آياتها ثمانية وثمانون آية اسم السورة المباركة سورة صاد مناسبة التسمية لأن الله تعالى افتتح السورة الكريمة بهذا الحرف صاد والله أعلم بمراده منه موافقة أول السورة لآخرها بدأت بذكر القرآن الكريم صاد والقرآن ذي الذكر ختمت بذكر القرآن الكريم إن هو إلا ذكر للعالمين وذلك لان القران الكريم حق من عند الله فمن اراد الحق فعليه بالرجوع الى القران المحور الرئيسي للسوره الرجوع الى الحق مواضيع السوره المباركه اولا ذكر استكبار الكافرين عن الحق ومخاصمتهم فيه بالباطل وذلك في الايه الثانيه الى الايه الثامنه ثانيا ذكر عاقبه المستكبرين والمكذبين السابقين وذلك في الايه الثانيه عشره الى الايه الخامسه عشره ثالثا شده عناد الكافرين واستخفافهم بالوعيد وذلك في الايه السادسه عشره رابعا عرض نماذج مؤمنه رجعت الى الحق وانابت الى الله وهم نبي الله داود عليه الصلاه والسلام وذلك في الايه السابعه عشره الى الايه الخامسه والعشرين نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام وذلك في الآية الثلاثين إلى الآية الخامسة والثلاثين. نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام وذلك في الآية الحادية والأربعين إلى الآية الرابعة والأربعين. خامساً بيان ما أعده الله للمؤمنين وذلك في الآية التاسعة والأربعين إلى الآية الرابعة والخمسين. سادساً بيان ما اعده الله للكافرين وذلك في الايه الخامسه والخمسين الى الايه الثامنه والخمسين سابعا ذكر تخاصم اهل النار وذلك في الايه التاسعه والخمسين الى الايه الرابعه والستين ثامنا عرض نموذج استكبر عن الحق ولم يرجع اليه وبيان عاقبته وعاقبه من اتبعه وذلك في الآية الحادية والسبعين إلى الآية الخامسة والثمانين فوائد ولطائف حول السورة المباركة أولا رد الحق باتهام أناس آخرين بأنهم يتآمرون ولا يريدون بنا الخير هي التهمة التي تتوارثها الأمم الكافرة وأهل الباطل دائما إن هذا لشيء يراد الآية السادسة ثانيا لا تجعل الخلافات والتنازع والمشاكل تنسيك رابطة الأخوة ومودتها إن هذا أخي الآية الثالثة والعشرون ثالثا قبل الدخول على علام الغيوب تخفف من حمل الذنوب ثم افتح قلبك وأطلق لسانك بالدعاء الآية الخامسة والثلاثون رابعا ثبت علميا أن الماء البارد سبب لشفاء كثير من الأمراض الآية الثانية والأربعون خامسا أهم ما يشغل بال المخلصين والعارفين هو ما اختص الله تعالى به أنبياءه وهو ذكر الدار الآخرة الآية السادسة والأربعون سادسا الدنيا دار عناء وبلاء والآخرة لمن اتقى دار نعيم واتكاء الآية الحادية والخمسون فتعب هنا لتستريح هناك سابعا وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب فصل الخطاب قال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه اول من قال اما بعد داود عليه السلام وهو فصل الخطاب وقيل ان المراد من فصل الخطاب هو الفصل في الكلام وفي الحكم سوره الزمر السوره مكيه اياتها خمسه وسبعون ايه اسم السوره المباركه الزمر مناسبه التسميه سميت هذه السوره بسوره الزمر لأن الله تعالى ذكر أن أهل الجنة وأهل النار يدخلون زمراء، أي جماعات، موافقة أول السورة لآخرها، بدأت: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، وختمت: وقضي بينهم بالحق، وذلك لأن الحكم لله وحده، وهذا من أهم لوازم التوحيد. المحور الرئيسي للسورة: التوحيد الخالص. مواضيع السورة المباركة: أولًا، الأمر بالتوحيد الخالص لله وحده لا شريك له. ثانيًا، استعراض الأدلة من الكون لبيان استحقاق الله الوحدانية، وذلك في الآية الخامسة والآية السادسة والآية الحادية والعشرين. ثالثًا، استعراض الأدلة العقلية وضرب الأمثلة لبيان استحقاق الله الوحدانية. وذلك في الآية الرابعة والآية الثامنة والآية السابعة والعشرين إلى الآية التاسعة والعشرين والآية الثامنة والثلاثين والآية الثانية والأربعين رابعا التحذير من الشرك وذلك في الآية الرابعة والستين والخامسة والستين خامسا استنكار سلوك المشركين وذلك في الآية الثامنة والآية الخامسة والعشرين والثالثة والأربعين والخامسة والأربعين والتاسعة والأربعين. سادساً: باب التوبة مفتوح لكل العباد، المؤمنين والكافرين، وذلك في الآية الثالثة والخمسين. سابعاً: أحوال المؤمنين يوم القيامة، وذلك في الآية الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين. ثامناً: أحوال الكافرين يوم القيامة. وذلك في الايه الحاديه والسبعين والثانيه والسبعين فوائد ولطائف حول السوره المباركه اولا لما كثر الناس في الاسلام بعد الفتوحات وجدوا مشقه في الصلاه عند الكعبه صفوفا خلف الامام من جهه واحده فهدى الله تعالى احد عمال بني اميه وهو خالد القسري للاستدلال بهذه الايه الكريمه فالتف الناس حول الكعبة في الصلاة من كل الجهات خلف إمام واحد. ثانياً: أرجى آية في القرآن الكريم الآية الثالثة والخمسون، وهي قوله تعالى: "قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم". ثالثا: "ما من عبادة إلا ولها ظاهر وباطن". فطوبى لمن اصلح باطنه. الايه التاسعه. ونزلت هذه الايه في عثمان بن عفان رضي الله عنه، حيث كان يقيم الليل بالقران كاملا، فظاهره ساجدا او قائما، وباطنه يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. رابعا: ليس اكرم من الله تعالى في الحساب. الايه الخامسه والثلاثون. خامسا: قال احدهم: لا ينبغي لعبد أن يخاف من مخلوق بعد هذه الآية. الآية السادسة والثلاثون. سادساً: من علامات صحة وسلامة القلب الفرح والاستبشار بذكر الله، ومن علامات فساد وخراب القلب الفرح والاستبشار بذكر الذين من دون الله. الآية الخامسة والأربعون. سابعاً: حذر الله تعالى جميع الأنبياء من الشرك وعاقبته. فمن هم دونهم اولى بهذا التحذير